ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم فقراتنا في اليوم مفتوح على شاشة قناة صحة والجمال. فقرة النهاردة أو الفقرة دي هنتكلم فيها عن الاضطرابات النفسية. الاضطرابات النفسية إنه الشخص بيعاني من مشكلات نفسية، بيعاني من آلام نفسية، ممكن تبقى بتأثر على حياته، بتأثر على سير يومه بشكل كبير، وبالتالي بيلجأ هنا إلى الشكوى، بيلجأ هنا إلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه أو طموحاته أو قدرته على ممارسة حياته اليومية بشكل ما أو بآخر. وبالتالي مش بيأثر بس على نفسه، ده ممكن يكون بيأثر على كل الناس اللي حواليه. طب إيه هي الاضطرابات النفسية؟ إيه أشهر الاضطرابات النفسية؟ إزاي بتنشأ أصلاً الاضطرابات النفسية؟ وإمتى أحتاج فعلاً إن أنا أروح لمتخصص يساعدني في ده؟ ومين هم أبرز الناس أو أشهر الناس اللي معرضين للإصابة بالأمراض النفسية؟ زي ما احنا ممكن نبقى معرضين للإصابة بالسكر أو معرضين للإصابة بالضغط أو معرضين للإصابة بأي مشكلات صحية، احنا برضو ممكن نبقى معرضين للإصابة بأمراض نفسية. كل ده أكتر هنعرفه النهاردة مع ضيفتي الأستاذ سماح توفيق، أخصائي نفسي وعلاج جنان. برحب بك يا أستاذ سماح. أهلا بحضرتك. منوراني يا أستاذ سماح. بحضرتك. الاضطرابات النفسية، قبل ما نتكلم بقى وندخل في الموضوع، ايه هي اصلا الاضطرابات النفسيه؟ الاضطرابات النفسيه لها تعريفات كتير، او كل حد بيعبر عنها من وجهه نظره، بس اللي اتفقوا عليه في الاخر ان هي بيبقى في تشوش او اضطراب في التفكير، في المزاج، في الادراك بتاع الشخص او العيان زي ما بنقول عنه. بيبدا الاعراض دي تظهر في شكل التفكير بتاعه، بيبقى في اعراض تفكيره مش مظبوط، او بنسميها كده في افكار شاذه او افكار مش مظبوطه. كمان بيبقى في اعراض في الادراك بنسميها الاعراض الادراكيه، دي بتشمل الحواس بتاعته، ان هو ممكن يشوف حاجات مش موجوده او يشوف خيالات او صور، او ده الهلاوس السمعيه والبصريه، او ممكن يسمع اصوات وهي الهلاوس السمعيه. وفي مرضى الادمان او في اللي بيتعاطوا مواد مخدره او اللي هي المخلقه اللي ظهرت اخيرا، ده الاستروكس وموتيكا والحاجات دي. بيبداوا كمان يدخل حاجات اكتر، يعني الحواس بقى كلها، زي مثلا حاسه اللمس، بيبداوا يحسوا ان في حاجات مثلا ماشيه تحت الجلد او ماشيه فوق الجلد، بيبداوا يشموا روائح مش موجوده او يشموا حاجات مش موجوده. بيبدا هنا في البرسبشن كله بيبقى فيه اضطراب او خلل، بيبقى كل حاجه مش مظبوطه، فهنا ده بيبقى اعراض اساسي من الاعراض الاضطرابات النفسيه. كمان بيبقى فيه في السلوك البيهيفير بتاعه بيبقى مختلف، يعني ممكن يبقى حد مش قادر يواظب على الروتين بتاعه اليومي، ان هو مش قادر ان هو يروح شغله كل يوم، مش قادر لو ست بيت مش قادره انها تقوم تعمل شغل بيتها، لو حد بيهتم بالمظهر بتاعه مش بيواظب على ده، النظافه الشخصيه، السلوك بشكل عام بيبقى مبهدل كده، مش بيبقى مبهدل فعلا. عشان ده اول سؤال بنبدا نساله لاهل العيان، او بنبدا نعمله بالملاحظه الاكلينيكيه في العياده او في المستشفى، هل هو شكله عامل ازاي؟ جاي عامل ازاي؟ نسال برضه على البيز لاين بتاعه، هل هو قبل كده كان طول عمره مش مهمل او مش بيهتم بنظافته، هو ده جد عليه من اول وجديد، او ولا ده عرض مرضي، او ده حاجه لسه مستجد عليه. فاحنا هنا بنبدا نقيم هل هو طول عمره كده ولا ده عرض زياده. فهنا البيفير بتاعه بيبقى مختلف تماما، ممكن يبقى فيه عنف، ممكن يبقى فيه يقول الفاظ مش بيقولها قبل كده، ممكن يبقى في اثناء الاختلاف بتاعه بيتعصب زياده عن اللزوم جدا، او ممكن يتبع اساليب مش من شخصيته او مش من سماته الشخصيه اللي هي ما قبل المرض. كمان في الانفعالات بتاعته، ممكن يدخل في ده اللي بنسميه بقى اضطراب المزاج، او ان هو بيبقى في عنده تشوش في المزاج نفسه، بيبقى الانفعالات بتاعته كلها يا اما في مثلا حزن، يا اما في صعود وهبوط ما بين الانفعالات، يا اما في مثلا قلق، يا اما في خوف، غضب، كل الانفعالات بيبقى احيانا يا اما داخل في مود مثلا زي الاكتئاب كتير، يا اما مثلا يبقى في تطاير ما بين الاكتئاب والفرح زي البايبولر مثلا، او يدخل في الهايبومانيا ينزل للديبريشن، او يبقى عنده المود ديبريسد اكتر، فهنا بيبقى في اضطراب في المزاج. كمان هو ممكن يبقى يعني في حاجه بنسميها الميكسد ابيسود، يعني ممكن يبقى لحظه حالا بيضحك ومبسوط، فجاه يقوم قالب ويعيط، وممكن تبقى يعني البيشنت قاعد معايا بيضحك وتمام، وفعلا في الهايبومانيا بعدها اقل من جزء من الثانيه يكون بيعيط ومنهار مليات وعاوز انتحر واموت نفسي. فهنا بيبقى فيه الانفعالات بيبقى فيها صعود وهبوط مادي وجذب، فما بيبقاش فيه استابيليتي فيها. فهنا بنبدا نلاحظ ان ده عرض من الاعراض الاضطرابات النفسيه. كمان الكلام بيبدا المحتوى الكلام بتاعه بيبقى مختلف، ممكن نلاقي كلامه فيه تطاير،
يدخل في موضوع ويدخل يخرج الموضوع، يخرج من موضوع لموضوع لموضوع لموضوع. مظبوط. يعني ممكن ده يبقى مشهور اكتر في مرضى الفصام، لما بنيجي نختبرهم مثلا في التفكير التجريدي بنبدا نساله مثلا انت عملت ايه النهارده، انا رحت جبت الفول وبعدين سمعت الاخبار في التلفزيون وبعدين كلمت بنت خالتي وبعدين، فبيبدا يحكي حاجات متنقله، مش موضوع ثابت، مش موضوع ثابت. بيبقى محتوى التفكير نفسه فيه خلل برضو، بيبقى عنده الفلايت اوف ايديا ده بشكل ملحوظ، بشكل اللي قدامه احنا كنا بادئين فين ورحنا فين. بيبقى يعني عنده الفكره بتاعته مش ثابته، مش عارف الافكار بتاعته رايحه فين وجايه منين. ده حقيقي. فبيبقى محتوى التفكير بتاعه وطريقه الكلام والتعبير عنه بيبقى فيه اضطراب، فاحنا بنبدا يعني اي حد، الناس النورمال بتبدا تلاحظ ده. يعني الام بتبقى كده ممكن تيجي بس بعرض هي اللي واخده كنوس على ابنها او بنتها، ان هو كلامه بقى مفركش كده، مبقاش مظبوط، بقى ملخبط، بقى مش حاسس ان هو بتفهمه او بيفهمها، الكلام مبقاش مظبوط قوي. فده بيبقى اعراض مرضي من الاعراض الاضطرابات النفسيه. كويس. قبل ما نكمل باقي اعراض الاضطرابات النفسيه، معانا اتصال تليفون استاذ قمر من الاسماعيليه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. ان انا كنت عايز اضبط رقم عيادة الدكتوره بس نتواصل معاها انا بعد يعني. تمام يا فندم، حضرتك تقدر تتواصل معانا بعد البرنامج ان شاء الله باذن الله. هتواصل ازاي؟ سيب لنا رقمك بس في الكنترول ونتواصل معاك بعد البرنامج. ماشي يا فندم. ماشي. شكرا جزيلا لاتصالك، شكرا لاتصالك. فهنا يعني بيبقى نفس الكريتيريا كده، يعني بيبقى ماشي، بيبقى فيه عدم استقرار او عدم ثبات في الانفعالات بتاعته او في تصرفاته عموما وردود افعاله. كمان في بيبقى فيه الاعراض الجسديه. ان هو يبقى ممكن يبقى عنده صداع مستمر، وفي اعراض تانية بنسميها السايكوسوماتيك، ان هو ممكن يبقى فيه زي بندخل فيها الاعراض النفس جسديه او بنسميها النفس جسميه، زي القولون، زي الربو، زي امراض كتير قوي مشهوره والمنشا بتاعها في الاساس نفسي. وممكن كمان يظهر في اضطرابات النوم بشكل عام بقى، اللي هو حد ما بيعرفش ينام، يا اما الجوده يا اما الكميه، يا اما مش بيعرف يدخل النوم بسهوله، يا اما بينام نوم مقطع، يا اما عنده ارق، يا اما بيصحى بالليل ومش حاسس ان هو نام اصلا، يا اما نايم وبيفكر هو نايم، يا اما حاسس ان هو بيقوم من النوم تعبان. يعني حد ممكن يقول انا بحس ان انا مجهد، انا قايم من النوم مجهد اكتر من قبل ما انام، يعني انا قايم من النوم كده مش حاسس ان انا نمت. فهنا اضطرابات النوم بتظهر بشكل جسدي. طبعا اضطرابات النوم من اكتر الحاجات اللي ممكن تدخل في ومن اشهرها كمان، ومن اشهرها انها ممكن تدخل في اضطرابات نفسيه اصلا. يعني ممكن حد يبقى عنده اضطراب في النوم فممكن يدخل في مرض تاني، زي ان هو خلاص هو مش عارف ينام، ففي اضطراب في النوم ياخد معاه اضطراب تاني بسبب الاضطراب الاولاني. ده مظبوط. ممكن احيانا يبقى جاي مثلا هو عنده اضطراب في النوم مصاحب للانكزايتي مثلا، للقلق، او مصاحب للاكتئاب، او يعني بيبقى ممكن يبقى مصاحب مع حاجه تانيه لو ما تمش التعامل معاه مبكرا. يعني كويس. الناس اللي هيسمعوا الكلام ده كل واحد فيهم هيلاقي انه عنده واحده اتنين من دول، فتقريبا هيقول ايه ده، هو انا عيان او ان انا مريض؟ امتى اقول بقى ان انت عيان او انت مريض اذا الاعراض استمرت قد ايه؟ الاعراض بنبدا نشوف اول حاجه بنسال عنها الكميه او الشده بتاعتها او المده بتاعتها اللي بدات فيها، وبدات بايه، وبعدين استمرت بايه، او تحولت بعد كده لايه. لان ممكن احيانا يكون ده مصاحب لعرض معين، زي مثلا حد عنده امتحان بكره فمش عارف ينام، او عنده ارق، او مش عارف، او عنده قلق، فده بنسميه قلق اعراضي. ليه؟ اول ما يروح الامتحان ويخرج هيجي ينام والدنيا زي الفل، مرتبط بسبب، بنسميه ينتهي السبب خلاص. مظبوط. فهو مرتبط بسبب ما، بانتهاء السبب بينتهي ده. زي برضو في الحداد، لو حد مات فهو هنا مش في ديبريشن، هو في في وقت معين. فده طبيعي ان هو يحس بكده، مهما ياخد انتي ديبريشن مش هيغير. هو الوقت ده، لان ده بيبقى نتيجه ده حد مثلا انفصل عن زوج، واحده انفصلت عن زوجها، او حد انفصل عن مراته، فده طبيعي ان هو يبقى زعلان. طب ممكن يبقى فرحان؟ ممكن ممكن يبقى فرحان. مصدق بقى. فهنا بيبقى بنشوف مدى الاعاقه اللي عاملها في حياته. هل هو مثلا متاثر فما بيروحش شغله، فهو مش بينام كفايه فمأثر على باقي الاعضاء الحيويه بتاعته، او ان هو مش قادر يواظب بيومه، حاسس ان هو طول الوقت قلقان ومسقط عاوز ينام. يا اما مثلا هو بيواظب على حاجه كتير فبتاخد من وقت حاجه تانية، زي مثلا في الاو سي دي او الوسواس القهري. لو حد مثلا بيغسل ايده باستمرار، يعني انا كان معايا قبل كده بيشنت كانت بتقولي انا بقعد في الحمام بالاربع والخمس ساعات لحد ما اولادي يجوا يخبطوا لي، يا ماما احنا جعانين. يعني اللي هو لدرجه ان يعني ممكن وقت طويل جدا لدرجه انه لا ازاي انت قاعده كل ده بتعملي ايه؟ بتغسل ايديها،
بتغسل ايديها؟ اه يعني ما بتخلص بقى الصابونه في ممكن ايه بقى يعني، يا ريت بس الصابون يعني، بتجيب كل انواع المنظفات، وده بغض النظر عن كورونا دلوقتي يعني، ده قبل كده في انا هسالك برضو يعني، حد زي ده او حاله زي دي او حالات مشابهه لده هتعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي؟ ربنا يعينهم بقى والله. فهنا بيبقى هنا ده اثر في جوانب الحياه الثانيه، سواء بقى الاجتماعيه سواء الاسريه سواء العمليه، هنا بقى خلاص كانه كده المرض سحبه من الحياه بتاعته، ما بقاش عايش هو، بس مجرد صوره عايشه، لكن هو حرفيا ما بقاش عايش هو. ممكن ما يعرفوش اولادهم بيكبروا امتى، لان هو عايش مع المرض مش عايش مع الناس اللي موجوده. ده حقيقي يعني، كان عندي بيشنت تانية كانت ابنها يعني وصل لاربع سنين، وهي اصلا ما تقريبا في الاربع سنين ما شافتهوش، لو عملناه توتال كده سنه بس يعني، هي ممكن ما تعرفش عنه حاجه غير سنه بس. ليه؟ لانها كانت دي بقى كانت بتقعد 8 ساعات في الحمام، اذا كنت تاخد شاور او تغسل ايديها او تعمل مش عارف ايه، وتغسل حيطان الحمام كلها، ولو مسكت الحنفيه ترجع تغسلها تاني، وتشك ان هي مثلا بعد ما او الاكرة او كل مش عارف ايه، او لو جت ايديها على حاجه تبدا تغسلها من اول وجديد. تقريبا هي كانت بتخرج تاكل وترجع تاني يعني، ترجع تكمل المهمه بتاعتها، المهمه الشقه. فهنا بيبقى هنا بنسميها اعاقه، في اعاقه اصلا في اصابه الحياه، وكمان في معاناه للشخص نفسه، ان انا لو حد مثلا انسايتد بالمرض اللي عنده زي مريض الاكتئاب، يقول انا عايز افرح وعايز اعمل كل حاجه وارجع لشغل تاني، بس انا مش قادر، في حاجه من جوايا هي اللي مقعداني، حاسس بحزن طول الوقت، او حاسس ان انا ماليش قيمه، او ان انا فعلا مش قادر، او مثلا زي الاو سي دي، ان هو شايف ان الفكره تافهه جدا، وان انا غسلتها ونظيفه ومش منطقي اللي انا بعمله، بس انا حرفيا مش قادر اعمل ده. وفي ناس تانية بتبقى مش انسايتد بده يعني، فزي الفصام مثلا، هو مش مدرك ان عنده مشكله، مش مدرك ان اللي بيكلمه ده مش موجود، وانت تقنعه بقى ان عنده مشكله، دي في حد ذاتها مشكله، حد ذاتها مشكله تانية، لان لما الاهل بيعملوا حاجه سلوك هم بيعملوه بشكل فطري، ان هو لو قال مثلا لوالدته في ضلالات شك مثلا، او ضلالات اضطهاد، انت عايزه تسيبيني او عايزه تموتيني، انا يا ابني انا عملت لك ايه؟ ده انا شلتك في بطني مش عارف قد ايه، وده عرض مرضي. وهي كل ما بتناقشوا فيه ده بيعمل حاجه بيسميها بتثبت الضلاله بتاعته، انها بتبقى فاكت بالنسبه له، انها حقيقه. فهنا احنا من ضمن التوعيه اللي بنعملها للاسر او في الجروب فاميلي مثلا او كده، ان احنا ما يناقشوش الضلالات دي، لو اي حد عنده ان يعني حاطط لي سم في الاكل مثلا، عاوزه تموتيني، ده اشهر الحاجات يعني، ده اشهر الحاجات، حد بيراقبني، في كاميرات بتصورني، في المساعد مثلا بيراقبوني، الأقمار الصناعية، ودي من أشهر الحاجات وموجودة عند أغلب الفصاميين مهما كانت ثقافتهم ومهما كان تعليمهم ما قبل المرض. هي بتبقى يعني اللي بلاحظه إنها نفسها كأن بتنشأ ليه؟ بتنشأ لعدة أسباب، أولهم السبب الوراثي، وده من أهمهم، لأن لو عندنا مثلا أم أو أب حد منهم عنده اضطراب نفسي أو مرض نفسي، بيبقى عندنا هنا التنبؤ بمقال ان الابن ده يبقى معرض لان هو يكون مريض نفسي اكتر من اي حد تاني، لان هنا في تدخل جيناتك كبير. فهنا ده يعني بناخد بالنا منه جدا، ان في احتمال كبير جدا ان يكون الابن عنده اضطراب نفسي. يبقى ده الجانب الوراثي. ده الجانب. ايه العوامل التانية؟ العوامل التانية زي العوامل النفسية، زي مثلا اساليب التربيه اللي اتربى بيها الطفل، اللي والدته او مامته كانت بتعملها معاها، وبنسميها العوامل الوالديه. زي مثلا تكون الام بتتعامل معاه باهمال زياده عن اللزوم، او بتتعامل معاه بحمايه زايده عن اللزوم، ان هي طول الوقت بنسميها علاقه الحبل السري، مربوطه بيه، اللي هي يعني كبسه على نفسه زي ما بيقولوا كده، فيطلع معتمد عليها ويطلع عنده مشاكل نفسيه. ده طبيعي، لان الطفل اللي بيبقى كده بيعتمد اعتماد كلي على الام، فبيبدا الام بتنشغل بحاجات تانية، بتكبر في السن فما بيقدرش يبقى مستقل، فممكن يبقى عنده خجل اجتماعي، فالخجل الاجتماعي ممكن ما يتجوزش، الارتباط بوالدته فتره كبيره جدا، ولو اتجوز مقدرش يكمل. ده حقيقي مظبوط، وممكن كمان يدخل في الادمان، لان ممكن حد يقول له انت هتفضل بنت كده، ما انشف شويه وجرب جرب حاجه ثانيه كده، فما يبدا يجرب بيحس ان هو ايه ده انا بتكلم وببقى جريء وفرفوش. وفي فعلا كان في حد عندنا كان كده، كان يقول انا لما خطبت وقربت حاجه دي لقيتني بتكلم وفرفوش ومش مكسوف، فبدات اكمل عليها لحد ما خسر خطيبته وخسر نفسه وخسر الناس كلها. وخسر صحيح. كويس، احنا كده اتكلمنا عن ايه هو الاضطرابات النفسيه، اتكلمنا عن بتنشا ليه، اتكلمنا عن جزء منها وهو الوسواس القهري. في اضطرابات نفسيه اخرى زي مثلا الاكتئاب،
وانا شايف انه الفتره دي الناس قاعده كتير في البيت وشايف كل بوستات الفيسبوك ملل وزهق واكتئاب، انت شايفه انه منشأ الاكتئاب ايه او ايه هو الاكتئاب بشكل عام؟ الاكتئاب بشكل عام هو اضطراب نفسي مشخص طبيا، يعني لما منظمه الصحه العالميه صنفته ان هو مرض موجود، مش حد بيتدلع ولا حد مثلا ومش عفاريت ولا جن ولا شياطين ولا جن ولا اتحسدت ولا اتحسدت ولا مطفيه كده عشان كانت في فرح بنت خالتها ولا اي حاجه من الحاجات دي، عشان شافوا شعرها فشعرها وقع ماشي. ده حقيقي. فهو مرض طبيا مصنف ان هو موجود الدبريشن، بس هو بيبقى له شويه اعراض كده بنبدا نشخص عليه على اساسهم، وكمان عشان العلاج بتاعه بيبقى محتاج ان هو طالما اتشخص يبقى محتاج معاه دواء، لو هو مثلا في حاجه لو في درجه متاخره شويه في درجه متاخره بيبقى محتاج الميديكيشن، في ادويه عشان تبقى مضادات للاكتئاب، وبيبدا برضو علاج معرفي سلوكي او ايا كان بقى المدرسه اللي هيشتغلها معاه المعالج. بس الاعراض دي مهم نتكلم عنها لان غالبا لا يخلو منها شخص، يعني كويس نتكلم بقى عنها ونقول لو اتجمع كام واحد في شخص لفتره قد ايه الشخص ده هو مريض اكتئاب. تمام. اول حاجه ان هو ممكن يبدا يحس بالعزله او يبدا ينسحب من حياته الاجتماعيه والعمليه، يبدا ما يروحش شغله، يبدا يهمل في نظافته الشخصيه او شعور اللي هو لا مبالاه كده مش فارق معاه حاجه، ما عندوش الرغبه او الشغف ان هو يعمل حاجه، اللي هو زي ما الكوميكس كده كله رايح، يعني هعمل ليه. ممكن كمان الاحساس بالذنب او الشعور بالذنب ان هو يبقى حاسس ان هو ربنا غضبان عليه، ربنا بيعاقبه عشان ذنب تاني، ولما نيجي نناقش الفكره بتاعت الذنب التاني ده نلاقيه علشان كان ماشي في الشارع في خبط واحد، فبتبقى في تشوهات. لا في حالات مثلا انه ممكن يقول لك انا خبطت قطه زمان فربنا هيدخلني النار بسبب القطه، وبيحاول بعد كده يلم القطط اللي في الشارع ويطبطب عليهم، يعني كتعويض من الذنب. ايوه ده حقيقي. وعشان كده بنشتغل في السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي على التشوهات المعرفيه او اخطاء التفكير، لان ممكن حد يبقى الفكره احنا بنحاول بس نمسح النضاره، هي نضاره شايفه حاجه غير الحقيقه، احنا بنحاول تبقى نضاره شفافه تشوف كما هي، لو هي صح بنبدا نتعامل معاها الحلول او نبدا نعملها تصحيح، ولو هي غلط بنبدا نعمل يعني قصدك تقول ان مثلا افكاره هي المسببه للشعور ده، فانتوا بتشتغلوا هو المواقف ثابته، لكن هي الافكار لما بتقدروا تتغير من خلال العلاج بتغير المشاعر او شعور الشخص. مظبوط كده، لان احيانا احنا ممكن نبقى مجموعه قاعدين في جروب مثلا او قاعدين مع بعض ويحصل موقف كل حد منا يشوف الموقف بشكل مختلف، يعني انا افسره بحاجه او اترجمه بافكار معينه تترجم لي مشاعر ثانيه، وحضرتك واي حد موجود مثلا هيبدا يحس بتؤدي الى سلوكيات تانية. ممكن حد من نتيجه موقف حصل ان هو يبدا يحس مشاعر سلبيه والمشاعر دي تخليه يدخل يعيط. طيب قبل ما نكمل كلامنا عن الاكتئاب معايا الاتصال تليفوني. الو اتصال تليفوني. استاذ اسلام. استاذ اسلام هو لسه الاتصال معايا ولا قطع؟ طيب انقطع الاتصال، ممكن يا استاذ اسلام تعود الاتصال بينا مره ثانيه. نكمل اعراض الاكتئاب. تمام. فالاعراض بتاعتنا بتبدا بالانسحاب او العزله او الانسحاب من الجوانب بتاعتنا الاجتماعيه والاسريه والحياه بشكل عام، هو بيبدا ينسحب كده ويدخل في اوضته زي السلحفه يتقوقع فيها، يعني ما بيبقاش يحتك باي حد. كمان الشعور بالوحدة او ان هو وحيد، سواء وحدة خارجية او وحدة داخلية، انا ما حاسس ان انا ما عنديش صحاب او انا من جوايا حاسس ان انا وحيد رغم ان كل الناس حواليا والناس بتحاول تكلمني والناس تقرب مني، سواء الشعور بالوحدة بشكل عام. كمان الاحساس بانعدام القيمة، انا ماليش قيمة في الحياة او ان انا مش بعمل حاجة ليها اي جدوى في الحياة. كمان ممكن السوسايد او ان هو يجيله افكار انتحاريه، ازاء للذات، انا بتمنى اموت، ودي اول حاجه بنسال عليها في الاسسمنت في البدايه او في السيشن. كم مره حاولت انتحر؟ لا بنسال مش في كم مره حاولت انتحر، انتحرت كم مره قبل كده. بنبدا نساله مثلا هل انت عندك رغبه انك تاذي نفسك او انك تموت، بتتمنى انك تموت، او ولو في مثلا او حاول الانتحار قبل كده او حاول الانتحار. بنبدا نسال بقى عن الوسائل عشان بيبقى مهم جدا ان احنا نعمل توعيه للاهل بالحاجات دي، يعني لو مثلا هم ساكنين في الدور العاشر فنبدا نقول لهم لا احنا ممكن نغير في الفتره دي لان ده ممكن لا قدر الله يرمي نفسه في وقت معين ما يبقاش مدرك ده. ده حقيقي. ممكن لو مثلا بيدخل المطبخ كتير نخلي بالنا مثلا من السكاكين والحاجات دي، لان ممكن في لحظه ما زي الحادثه اللي حصلت مؤخرا الولد او الشاب اللي رمى نفسه من البرج،
وناس كتير بيحصل لها ده، حتى ممكن يبقوا في التخصص، لان الناس او لو اتاخر مثلا في ال WC مثلا، فممكن يبقى عنده سابقه قبل كده انه بيقطع شرايينه او بيقطع طبعا. ايده او ما الى ذلك. طبعا خلي بالنا من كل الحاجات دي، واسلاك الثلاجات، اسلاك المروحه، او يبقى قاعد في البيت لوحده فترات طويله، ما يبقاش حد موجود معاه، بيبقى ما حدش مهم. يتابعه في اوضته. ده مظبوط، ان احنا بنوفر له الامان التام، ونبقى فيه ملاحظه مستمره عليه. يعني الملاحظه دي مهمه جدا لامانه، لان هو لو بدا ياخد دواء، الدواء بياخد على الاقل اسبوعين لما بيبدا يشتغل، او ما بيبدا يعمل تاثير على المود بتاعه او على المزاج بتاعه. فهنا في الاسبوعين دول هو تقريبا بيبقى بنفس الاعراض، يعني مثلا لسه زي ما هي، بتبقى موجوده. فمثلا الاهل بيجوا بياخد الدواء بقاله يومين وبرده مفيش تغيير. فده حاجه من الحاجات اللي بتخلي الناس تقطع الدواء. يعني الانتكاسات اللي بتحصل بسبب قطع الدواء بسبب ان مش جايب نتيجه. فهو احنا بنقول لهم كده، هو تعبان بقاله قد ايه؟ بقاله شهرين، اعتبره شهرين ونص او 3 شهور، فكمل على كده لحد ما يعني الدواء لحد ما يعمل الدواء تاثيره يبدا او تأثير مفعوله عليك. فلحد من الوقت ده ما بيجي نبدا نعمل عليه ملاحظه مستمره، ان نوفر له السبل، يعني ان هو ما يبقاش في اي حاجه ايذاء او اي حاجه. ولو في محاولات جاده وحصلت، بيبقى مهم جدا انه يتعمل له ادمشن للمستشفى، لان احيانا الاهل ما بيبقاش عندهم الرعايه الكامله ان هم ياخدوا يبقوا واخدين بالهم طول الوقت. مش هيقدروا يبقوا كير بيه او عندهم عنايه كافيه بيه زي حقيقي. المستشفى او المكان العلاجي. ولما بيدخل في يعني في حاجه، يعني في مستوى حاد، بيبقى مش مدرك، مش مستبصر اصلا هو محتاج دواء. مش فاكريني مجنون انتوا. انا شايف، انا شايفكم كلكم مجانين. انا كويس وزي الفل. ده حقيقي. فهنا بنبقى محتاجين الادمشن، لان بيساعد اكتر في ان هو ياخد الدواء، بيبقى بيئه علاجيه امنه يعني. كويس. ده بالنسبة لو وجد بقى كام نقطة من دول، 2 3 4 5، يبقى هو فعلا ياخد خطوة للعلاج. قبل ما نقول هو كام، نكمل باقي الأعراض عشان في أعراض تانية لسه في تاني. نكمل في ان هو ممكن يبقى عنده فقدان للشهية او زيادة للشهية. ممكن حد يكون بياكل كتير جدا، او حد ما بياكلش خالص. ممكن النوم بتاعه، حد بينام 24 ساعة، وحد تاني مش بيجيله نوم، او عنده اضطرابات في النوم مش عارف ينام. فهنا برضو بنخلي بالنا من ده، لان عامل النوم مهم جدا. وكل حاجه من الاعراض دي بنسال عليها في الجوده والكميه. يعني بنسال عن الاكل وعن النوم وعن الشهيه، عن البيهافير بتاعه بشكل عام، عن نظافته الشخصيه بنسبه كام، لان ممكن يكون هي فتره زي ما اتفقنا فتره عرضيه. كام بقى حاجه ممكن نوفرها لو توفرت؟ لو توفرت يبقى مريض ديبريشن او مريض اكتئاب، 5 من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها، بالاضافه لمحاولات الانتحار او التفكير في ايذاء الذات، لان ده بتبقى مرحله من السيفير بنسميها، انها يعني طب ان هنا بنبقى وصلت لمرحله متاخره. بنبقى هنا محتاجين تعامل حازم وبشكل سريع وبشكل في امان اكتر، يكون في تكافؤ طبي ما بين الاخصائي والطبيب، بحيث ان يبقى في دواء ويبقى في CBT او علاج معرفي سلوكي، عشان يبدا يغير الافكار المشوهه عنده اللي بتوصله ان هو يشوف الحياه سوداويه كده، او ان كل حاجه سلبيه. هي شايف حاجه حلوه خالص، الفكره في نظاره. وده علاج مجرب، يعني زي ما قلت لحضرتك طبيا ان هو مصنف كده، واكتر من يعني مش هبالغ لو قلت 5% او 3% في العالم عندهم اكتئاب. فده معناه ان هو درجاته المختلفة ده موجود وموجود، وان اللي علينا ان احنا نقبل وجوده ونبدا. طالما انا بدات في العلاج بتاعه وعندي اراده، او مش هنسميها اراده قوي، لان بيبقى احيانا هنا في الاول هو اصلا مش ما عندوش الاراده انه يعمل ده. ان هو مثلا على الاقل التاسكات اللي هياخدها، لان CBT علاج معرفي سلوكي، يعني علاج تعليمي، بيبقى فيه واجبات او تاسكات كده بعد تنمية مهارات اجتماعيه ومعرفيه لتغيير الافكار. ده حقيقي. فهو عشان يبقى عنده الرغبه ان هو يحاول حتى يطبق الحاجات اللي بياخدها. كويس. طيب احنا كده اتكلمنا عن الوسواس، واتكلمنا عن الديبريشنز او الاكتئاب. مع دول كده الاثنين دول، دلوقتي في الانكزايتي او القلق. الناس عندها قلق بشكل كبير جدا، سواء من انتشار فيروس كورونا او قلق بشكل عام. هو اضطراب القلق يعني تقريبا هو ممكن يكون مش من الحاجات اللي يعني ديبريشن مثلا والوسواس اكتر حاجه مشهورين، لكن عندنا الانكزايتي مشهور برضو يعني هو موجود في كل حاجه. موجود يعني سواء الوسواس بنلاقي معاه انكزايتي، لو لقينا مثلا الدبريشن بيبقى معاه انكزايتي، لو حتى هو عامل مشترك، عامل مشترك حتى اصلا في اضطرابات الشخصيه اصلا اللي هي مش امراض، يعني اللي هي الاعراض بتاعتها بنلاقي فيها انكزايتي فيها. فهنا الانكزايتي او بنسميه القلق العام، او ممكن يبقى قلق من حاجات معينه،
ممكن زي ما اتكلمنا في البداية ان هو ممكن يبقى عرضي، يعني ممكن يكون ملاحق لحاجة تانية، زي ان هو يكون مثلا مصاحب للدبريشن او مصاحب للوسواس، او ان هو مصاحب للامتحان مثلا، حد عنده امتحان او حد عنده انترفيو او كده، ده بيبقى عرضي. فمجرد من انتهاء السبب بيبدأ الدنيا تقل. في بقى اللي هو الفترة دي اللي هو بقى ممكن بقى قلق الموت وقلق الكورونا. لو في حاجة كمان، في اضطراب قلق الإنجاز. الناس للتحصيل، طبعا احنا دخلنا على امتحانات الثانويه العامه، الناس كده كده اصلا في ناس قلقانه. نعمل ايه او الاضطراب ده ازاي نتعامل معاه في الفتره دي؟ اولا احنا بنبدا نحدد هل ايه الحاجه اللي انا قلقان منها، زي مثلا زي مثلا كورونا دلوقتي، هو ده حاجه تستدعي القلق فعلا. كويش. تمام، لان انا عندي حاجه ادله واقعيه بتقول واحصائيات، وكل يوم وزاره الصحه ومنظمه الصحه العالميه بتنزل التايتل بتاعها بالاحصائيات بتاعت سواء المصابين او الوفيات. هنا بيبقى ده القلق ده طبيعي، طبيعي ان انا اقلق، لان القلق هنا بيبقى فيه جزء مفيد، لان انا لو قلقت قبل هاخد احتياطاتي، قبل ما المس وشي هغسل ايدي بالميه والصابون. دي اصعب حاجه. يعني اصعب حاجه ان الواحد دي ما صعبه جدا، دي بتحصل بشكل فطري. فعشان كده يعني الناس بتغسل ايديها باستمرار، لان معروف ان انا بحط ايدي باستمرار فاغسل ايدي باستمرار برضه، او يبقى معايا طول الوقت كحول. فانا هنا بعمل حاجات وقائيه تكافئ القلق الموجود حقيقة، اللي هو فاكت، مش مجرد ان انا قلقان من حاجه وهميه او حاجه مش موجوده. انا بعمل ده وببدا يعني في النهايه كل ما يصيبنا الا ما كتبه. يعني انت بتاخدي بالاحتياطات وفي النهايه طيب استاذ سماعه، عشان الفقره بتاعتنا يعني تقريبا انتهت، ايه النصائح اللي انت تحبي توجهيها في نهايه الفقره؟ بشكل عام لو حد بدا يلاحظ ان في تغيير في حياته، او زي مثلا افكاره بقت مش مظبوطه، او حد في ناس بتبقى في بدايه المراحل بتحس بيبقى عندها نوع من الانسايت شويه، ان هو حاسس ان انا كلامي كتير، او ان انا نومي كتير، او ان انا مزاجي مش مظبوط، او ان الدنيا مش مظبوطه. هنا بنبدا على الاقل تبدا الشخص يبدا ان هو يلجا لمشوره لحد متخصص، وقبل ما يوصل لحاجه سيفير اكتر، لان احنا طول الوقت بيبقى عندنا حاجات كتير مش عارفين نحلها. يعني عندنا مشكلات، فبنبقى محتاجين نتعلم مثلا مهارات نحل بيها مشكلاتنا، مهارات اجتماعيه، يعني لايف سكيلز عموما كلها بتبقى محتاجه ان حد يقومها، او حد يبدا حتى المشوره اصلا في الدير، يعني بغض النظر عن هو مرض او لا، فانا محتاج ان انا اشاور في جزء من العلاج النفسي، ولا انت بتساعد حد يساعدك في اتخاذ قرار او حل مشكله معينه؟ وده حقيقي، لان احنا مش بناخد قرارات عن المرضى، او ان احنا بنقول له روح اعمل كده، او روح طلع مراتك، او روح سيب الشغل. لا، احنا بنوصل معاه انك هو اللي يختار، احنا بنكشف له كده وهو يختار هو اي قرار فيهم انسب له. فهنا بيبقى مهم جدا ان يبقى في حد دايره امان، حد قابله زي ما هو، مش هياخد عليه احكام، مش هيطبعات اي حاجه اسراره، ولا هيطلع يقولها للناس، او ان هو ياخدها ضده بعد كده، لان بيبقى في اخلاقيات في بدايه الجلسه بيبدا المعالج يقول له عليها، ان هنا انت مقبول بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن ديانتك، بغض النظر عن مشاكلك، كل اللي بتقوله هنا ليك حق الخصوصيه والسريه. طبعا بيخترق هذا الـ 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 الركن من الخصوصيه لو كان في اذى على نفسه او اذى على الاخرين، وده بنقول له يعني دايركت، بقول له كده في اول جلسه ان انا لازم نحافظ عليك في الجزئيه دي، دي حقوقك، لكن انا ما اقدرش اوعدك ان انا هفضل محافظه على اسرارك في الحالتين دول. فبيبقى عارف في البدايه ان هو في مكان امن. يعني كمان يبقى الشخص عنده دايره امان او دايره ثقه، يعني كل واحد كده يمسك ورقه وقلم ويقول مين الناس اللي عارف عيوبي وعارف مشاكلي، ودول بيبقوا اكتر مع الناس الحالات الادمان اكتر. ده حقيقي. فهنا بيبقى محتاجين ان ناس تحبنا زي ما احنا، تقبلنا زي ما احنا، نتكلم معاهم في عيوبنا ومشاكلنا، لو عندنا حاجه مش عارفين نناقشها مع بابليك يعني، او مع ناس كتير نبدا نناقشها معاهم. لو حاجه مضايقاني، لو عاوزه اشتم حد، لو عاوزه اتضايق، عندي اصلا يعني كابت من حد وعاوزه اتكلم، يبقى عندي يبقى عندي حد دايره ثقه ارجع لها. كمان يبقى عندي انشطه حركيه طول الوقت، يعني ما بقاش قاعد، بالذات ده اكتر للاكتئاب خصوصا الفتره دي. فممكن الناس لو قاعده في البيت تتمشى في البيت، تجيب مشايه، تجيب تحرك، تعمل اي رياضه، بيفرق جدا جدا يعني. كويس. استاذه سماح توفيق، اخصائي نفسي وعلاج، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت اتمنى الفقره تطول اكتر من كده. شكرا. مشاهدينا الكرام، دايما المشاكل النفسيه هي مشاكل هي اكثر بتبقى داخليه، يعني بتدمر الشخص من جواه،
ودايما الاهل او الشخص نفسه ما بيهتمش بيها، لكن ممكن لو طلع له حبوب في وشه يروح يكشف، لو شعره بيقع يروح يكشف، لو بطنه وجعاه يروح يكشف، لو ظهره وجعه يروح يكشف. لكن لما نفسيا بيتعب، تفكيره بيوجعه وبيألمه، انا بسمي ده انه القاتل الصامت، لانه لا يستطيع ان يتحدث ومش قادر يتكلم. فارجوكم اول ما تشعروا بان انتوا عندكم مشاكل في الوظائف العليا للمخ زي الادراك والتذكر والسلوك والمشاعر، ارجوكم روحوا لحد متخصص يساعدكم لعلاج المشكله. علاج اي مشكله في الدنيا مهما كانت صحيه او نفسيه في البدايه يكون علاجها سهل وبسيط. ما تدمروش نفسكم، وان لبدنك عليك حق، وزي ما بدنك عليك حق نفسك عليك حق ستحاسب عليها أيضا.